تابعنا وفي مرحبا بكم في محلات جلاد ديكور توجور في الاناقه. نبقاو ديما في الاناقه. اليوم حبيت فيديو قبيل درت فيديو وبغيت نعطيكم شرح فقط على هذه الطابونه السحريه الجميله والانيقه ها. من جميع الاتجاهات نشوفوها 3 دي ها، يعني انيقه وجميله. هذه واش خدمتها يا امي الحبيبه؟ اناقه، الله يبارك ما شاء الله. نبداو في الشرح تاعنا. هذه يا امي الحبيبه كما راكي تشوفي مخدومه مستيكيه، الله يبارك ما شاء الله. طوروا هذه الماكينه، طوروها واللي هي طابونه سحريه. علاه يقول لها سحريه؟ انا درت لها الاسم هذا خاطر راك يا امي حبيبه هذه بلاك شوفونت. شغل ما تزيديش تشري طاجين، ما تزيديش تعبي روحك وتشري طاجين. ما عليك غير تجيب لي هذه كيما هكا، هاي لك تهبط تولي طابونه كيما راكي تشوفي. هذه حاجه مليحه بزاف خلاص يا امي الحبيبه، طويله وكيما يقولوا هاي ولات كيما راك تشوف طابونه. وعندك يا امي الحبيبه قجر، القجر هذا تحبي تحطي فيه واش حبيتي، حابه تحطي فيه طاجين، حابه تحطي فيه واش حبيتي يا امي الحبيبه. وكاين درج اخر هنايا طويل، حابه تحطي فيه القرع تاع الزيت، حابه تحطي فيه واش حبيتي يا امي الحبيبه، انت والابداع تاعك. انا الحاجه المهمه في هذه الطابونه انها طابونه وتولي لاك شوفونت. هاي ديك تقلي عليها، تشوي عليها، ديري عليها واش حبيتي يا امي الحبيبه. قادر ديري عليها شو يسموه النقانق المرقاز على كل حال، تشوي النقانق هنايا، تشوي الدجاج، تقلي البيض كيما حبيتي يا امي الغاليه العزيزه. هذا قاعد كل حديد اللي مدور هذا كيف كيف زي بعضهم. ها يا امي الحبيبه كيما شتي، هذا هو الشرح المفصل للطابونه السحريه. سعر تاعها يا امي الحبيبه 820. تدي طابونه هايله بزاف خلاص، طابونه سحريه تدي فيها بلاك شوفونت وتدي فيها طابونه الله يبارك ما شاء الله. هاي مستيكيه محكومه لهنا بريفيس، ما تطير ما تخمو عليها، حاجه انفينيا الله يبارك ما شاء الله. زياده على ذلك يا متابعينا الاوفياء، هذا المنتوج محلي جزائري. الحاجه اللي مدلة فيه هذا تالومبورطاسيون على كل حال. اما هذا بالنسبه للكانون اللي راك تشوفوا فيه، هذا يجي فيه طروا، واحد زوج ثلاثه، سما الدور هذاك واحد اثنين ثلاثه. هذه تاع لا مارك تاعو الشهده، الناس كل تعرفوا. حاجه مليحه وانيقه ورائعه متابعينا الاوفياء، هذه افير مليحه تولي لنا بلاك شوفونت وطابونه، وعندنا درج هنا يتحرك، وعندنا طاجيره هنايا. هذا سعر تاعها 820. شكرا على حسن المتابعه، انتظرونا بجديد اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.